أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا يا رب من لدنك علما وإخلاصا دائما يا رب العالمين، آمين. كلام قديم لا يمل سماعه، تلزه عن قول مدر المجيد أشفي من كل ذلك نوره، دليل لقلبي عند جهل وحيراتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهب لي فتحا وعلما وحكمة، وأنس به يا رب في القرب وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين برحمتي، وأصل شهور المسلمين وهب لهم من الخير، ورحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد للمختار خير البرية عليه صلاة الله ما يتقى حياتي. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل مهياتي، به أشفي من كل داء منوره، دليل لقلبي عند جهل وحيراتي. فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي، وهب لي به فتحا علما وحكمة، وأنس به يا رب للقلب وحشاتي، وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. فجد وتقبل سيدي بتفضل، وعم جميع الحاضرين بالرحمتي، وأصلح شؤون المسلمين وهب لهم من الخير، وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد للمختار خير البرية، عليه صلاة الله ما يتقارب صلاة وتسليما وأسد حياتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.
إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا Oh.
من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما بشرا إن هذا إلا ملك كريم ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي محمد حنيش تفضل أي ولما سمعت بمكرهن وقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة شو سيدي محمد شو الله يصلح حالك شو وقال نسوة ريت تو تي او يو تو تنفي تنفي عرض
وقال نسوة لا 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 ضم يزن ثم دويرة في وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إنها قد شغفها حبا إنا نراها في ضلال مبين آخر هذه كأن نراك من المحسنين هذه أن لا نراها في جمجيب هذه الهيب عاو إنا لنراها إنا لنراها لا نرى لا نانا لا نراها إنا لنراها إنا لنراها في ضلال مبين أي نعم فلما سمعت بمكره لم قل سمعت خليها عاد فلما سمعت بمكرهن هذا كيسمى همس همس شنو هو انه نفس ما فيه الصوت كان نعمل صوتي ولا كما قلت انت سمعت لا لا نفسك هو عاود فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت علاش قالت وقلنا وفقلنا وقالوا كل ما نخفش عليها قل ما عنديش نفس اقف يا بعدها يقبلها قاعدة هذه في القرآن قال وقلنا وفقلنا وقالوا كل ما نخفش عليها بتاتا فلما سمعت بمكرهن أرسلت انتقل همزة أرسلت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت لا لا سكينا شيخ شيخ محمد أقف وآتت كل واحدة منهن سكينا وبعد أرجع وآتت واسم عليش فين تم يا اخي كيفاش حديثكم من الايه هنا وقفنا على كلمه سكينه وبعد رجعنا واتت كل واحده عودها بربي علاش خاطر الغنم كلها لازم كلها تكون كيف كيف عاود فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن تو كنقولوا هكا سامحهم كنقولوا ارسلت اليهن واعتدت واعتدت وين الهمزه وأعتدت عودها ترى يلا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا إلا بشرا لا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ريتا ملك ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ملك لا 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 مش كاو تعب بعد أو إي ملك لا لا كو مش ملك ركز معي نحكي على الحرف نحكي على الضمة بتاع كيف نجيب الضمة وبعد نجيب الغنة شو ملك كريم ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك قاعد خل ملك كو ملك ملك أيوة كريم. واصل إياد لا لا قالت مش فقالت قالت فذلكن لمتنني فيه عودها قالت قالت ذلكن أقرم الواحد كان مش حابب به قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أيوة قريته تو كلمة فاستعصم عن السين والتاء والعين والصاد والفاء قبلها باش نجيبوا القرايه نتاعنا مريقله باش نجيبوا قرايتنا مريقله السين نجروا بها الصوت لا نقولوا الرخاوه شوف فاستعصم
استعصم. ركز معايا. رخاوة رخاوة رخاوة. اي ما وصفت الهمس؟ شقلنا سيدي منير نهار الخميس اي الهمس شبيه شقلنا نهار الخميس على رخاوة. يا لطف شقلنا اي نتذكر من وراكم همزة رين ما وقلنا الهمس هي صفة تزيينية لحرف السين. أيوة صفة تزيينية. أما الأصل أن الصوت هو اللي يجري. يعني نقوله هكا فاستعصم باش ما نقولوش فاستعصم كما قالها ولدي توا. فاستعصم نجر السين بها صوت شو فاس وبعد عندي ريت كي نجري الصوت بالسين نعرف أنه التام مرققة. ها فاستا كي نخطفها خطفين فاستا ريتها فاستا وبعد العين نجري معاها شوية الصوت 50% فاستعصى فاستعصم. فهمتها؟ عاودها لي عاش ودي. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون لام التأكيد وليكون من الصاغرين. واصل يا قيس. قال ربي عصانا رب السجود احب الي مما يدعونني الا تصرف عني كيدهن او اعصمهن. عاودها لي سيدي عون. والا تصرف عني كيدهن واصب اليهن. اي وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه. سأل شيء. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. شو؟ فاستجاب له ربه فصرف. مش فصرف. فصرف. فصرف الصاد والراء مفخمين الفاء من الاول الفاء من الاخر مرقين. عاود ترى. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ايوه انه هو السميع العليم. سنور الدين واصل. ثم بدا لهم من بعد زني الغنى سيدي كيف ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات. لا رد بينا. رأوا الآيات. كيفاش نقراها؟ كيفاش نقراها في الوصل؟ رأوا لنا وصل لي. رأوا الآيات. توا قلتها صحيح. قبيلة قلت رأوا ال هي رأى. أيوه تفضل. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين. اي نعم. ودخل معه ده خا مش خاء. ودخل معه السجن فتيان. اي نعم. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. مش اعصر. اعصر. لا ما هو سيدي شوف عندنا هذايا الحلق. ركزوا معي شويه. هذا يفترض ان هذايا الحلق لهذايا اقصى الحلق مما يلي الصدر يعني تحت الصدر ولنا هكا وسط الحلق ولنا هكا ادنى الحلق. ايش معناه؟ ادنى الحلق من شيره منبت اللسان. واضح ولا؟ الهمزه تخرج من هنا من اقصى الحلق والعين من وسط الحلق. لهنا ما دام مقراب لبعضهم في المخرج لازمنا نبينوهم. كي تقول هكا وقال قال احدهما اني اراني اعصر اعصر ا ا ا مانيش عارف انا ما هو العين ولا الهمزه. شو قال احدهما اني اراني ا واللي تعرفوا نحن تو نقراوا بروايه الامام قانون. الامام قانون يقرا يفتح الياء اني ا في بعض الروايات تلقاها اني ا. واضح؟ في روايه الامام قانون يفتحوا ياء الاضافه هذيك تسمى ياء الاضافه. شو قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. عوده ترى. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا. وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. واصل امين.
قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما. نعم. ذلكما مما علمني ربي. شوف علمني وربي نفس المد. ذلكما مما علمني ربي. مش علمني ربي، علمني ربي. ذلكما مما علمني ربي. أحسنت. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أي نعم. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا، ريت ما كان، هذيك ميم بتاعنا في شو، ما كان لنا، مش ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. عود واتبعت ملة آبائي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. شوف هو ما يقول سيدنا العلماء على القرآن كله بصفة عامة، لكن سبحان الله ثم سورة الحسة قريبة للقلب، ثم سورة حسة كي تقرأها كل حد يشني السورة اللي تميل اللي ميلها قلب، لكن سورة يوسف سبحان الله باتفاق الناس كلها، يعني الناس كلها تميل لها. إذا كان تقرأ القرآن وما عندكش روح رامك ما هيش باش تقع لك في القلب متاعك، خذها قاعدة، يعني وقت تقرأ على الأقل تتعايش معه. تو كيما انا هكا يقرا ولدي امين، تو انا هكا واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. الايه هذه فقط وحدها الواحد كان ياخذها شعار في حياته، خاصه في العيشه نتاع توا تعيش سلطان ونعمل له قبه كان لازم. لذلك انا شو، واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله. مش ذلك من فضل الله، لا لا، ذلك خطر ما ثماش كلمة، ثماش حرف في القرآن فيه مدرة وجهة كاكا. تعليش واحد مد مقدره حركتين، واحد أربعة، واحد ستة، واحد ثم غنة، وذاك ما فيهش غنة، الكل علاش؟ كلها صفات تزيينية باش تزين في القلب. هكا علاش قال ابن الجزري وهو أيضا حلية التلاوة على التجويد وزينة الأداء والقراءة. إذاك عاش ولدي ترى عودها وعيش معها الآية. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. لا ما نقول الشيء، وقت نشدوا الهمزة شوف ركز معي، اغزل اليدي لهنا، اغزل يدي هذا أقصى الحلق لهنا صدر، ركز معايا الهمزه كيما تسكر عليها شو شيء، شو صار لنا هكا زوز اعضاء تسكر عليهم من الصوت ونفس، ركز معايا كيما نبعد الاقصى الحلق مش نمشي للحرف الاخر ما نخرجش بالنفس. لو انت شغل قلت هكا شيء اغزل اليد، قال هكا شيء شيء ولا السماء، لا سماء شيء، تقف غاديك النفس والصوت. عودها بالله. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ممتاز. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر. كيف كيف؟ ولكن مش ولكن، ولكن. ولكن. عود ذلك من فضل الله علينا. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقفنا هنا نحن. أيوة سيدي. أي. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. يا صاحبي، عودوا يا صاحبي، لا لا لا، الياء وحدها والصاد وحدها، مش يا صاحبي يا صا، شو يا صاحبي يا صاحبي. أي نعم. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون. عودوا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون. قولوا
أأرباب 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 أأرباب. عدوكم إذا كان عندنا الكلمة أصلها أرباب دخلنا عليها همزة الاستفهام ولد أأرباب الإمام قالون لأنها عنده هذين يسموه همز مزدوج متفق في الحركة من كلمة حكمه تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع مد الأولى بمقدار القصر وإلا يعبر أحدهم بإدخال ألف بينهما لكن نقول نحن نمدوها بالقصر يعني ما نقولوش أأ نقولوا شو نمدوها بمقدار حركتين أأ وبعد نسهل الهمزة مش أأرباب بربي ركز معايا في حاجة مهمة الله يصلح حالكم ركز معايا تو برشا استقام يتكلفوا خاصة اللي يقرأوا في جماعة مثلا ولا كذا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم وعليش أنذرتهم وعليش الضربة هذيك وعليش أرباب لا قال لك والله يا خطر تمشي مع النغمة مثلا مش تمشي مع النغمة شو أرباب ترعادوا أرباب بربي مفهومة يا جماعة يعني مش يا عم لازر مفهومة شو ها أرباب أرباب ممتاز كيفاش؟ مثلاً نفسر أي ديما بطبيعة الصوت لا نقولوا لا تسهيل مش تسهيل الصوت متاح يعني نطقوها 25% كهوس دي خليل أرباب واضح يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان سميتموها لا عايشكم اسمعوا روحكم مش انزل ظا ما انزل ما انزل ريتوا صوتهم تعلم انزل الله انزل الله سيدي مش انزل الله زلا زلا كان اللام بتاع اسم الجلاله مفخمه شو ما انزل الله بها من سلطان ما انزل الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر ألا تعبدوا إلا إياه شو ها أمر مش أمر نفس المستوى وشو مش هك أمر لا لا أمر عادوا أمر ممتاز أمر ألا تعبدوا إلا أسمع مليح إلا إياه مش إياه إياه وخاصة في الفاتحة ما إيش إياك نعبد وإياك نستعين إياك واضح أمر ألا تعبدوا إلا إياه أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يا صاحبي السجن
السجن أما أحدهما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك وقال شنو حكم الراء في كلمة تذكرني؟ تفخيم معليش. هي الساعة شنية الراء شنية هي ساعة. ساكنة سكون أصلي وقبلها شنو؟ حرف مضمو باهي يعني حكم الراء شنو؟ مفخم يعني إذا كان مفخم الراء مش معناها مفخم الكاف اللي قبلها مش وقال الذي ظن أنه ناج منه مذكو لا سيدي محمد وقال الذي عفوا وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكو شنو الحل لنا هكا باش نجيب الكاف مريقلة جري الصوت في الذال واضح الذال شوف منهما اذكو منهما اذكرني واضح عود وقال للذي تفضلوا وقال للذي ظن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ماهيش ذكر ربه ذكر ربه ذكر را كان الإمام ورش يقرأها ذكر ربه واضح ولا لكن نحن نقرأها ذكر ربه الإمام السوسي يقرأ ذكر ربه أوكي يدغم الراء في الراء الإمام قانون يقرأ ذكر ربه واضح باهي ركزوا لي في آخر كلمة من الآية اللي نقرأ فيها فلبث في السجن بضع لا لا غزولة غزولة بالباهي هل هذيك سينين هذيك موضع وحيد جات سينين في سورة التين أكاهو سورة التين يعني سورة الكرموس تعرف والتين والزيتون وطوري سينين أما باقي القرآن سينين واضح جاي من السنة وسنة وسنة واضح أما سينين جبل الطور طور سيناء واضح شو فلبث في السجن بضع سنين فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف عايشكم ركزوا شوية توا علاش قلتوا هكا وقال الملك إني أرى سبع بقرات علاش أرى بقرات شو وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون
يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. زعم الملوك بتاعنا يجيهمش رؤية، خلي تحل الأمور شوية، ربي سهل إن شاء الله. أيوة، قال يا أيها الملأ هو أفتون، اعذروا الهمزة متاع أفتوني، شنو فوق الألف؟ نقطة، وبعد شنو آخر؟ علامة على شنو؟ لا عن سيدي رضا، دلالة على الإبدال، يعني عندنا شو؟ همز، ركزوا معايا، يا هيو الملأ أفتوني، همز مزدوج مختلف في الحركة من كلمتين، تحقيق الأولى وإبدال الثانية، واو مفتوحة. سيطان مفهومة ولا يعني نقراها الملأ و اش معناها مزدوج؟ اش معناها همز مزدوج؟ متلاصق بعض بعضهم ما بينتهمش حرف، مختلف في الحركه، اش معناها؟ يعني واحد مضمومه واحده مفتوح، تحقيق الاولى وابدال الثانيه. ممتاز، ها مش نعطيكم حاجه، خذوها قاعده عندكم في رتبه مقلد، الابدال ما يجي ديما كان في الهمزه الثانيه، التسهيل مره يجي في الهمزه الاولى مره يجي في الثانيه. اما هكا سهل لكم، ديما اغسل النكته كان فوقها جره راهو علامه على الابدال، واضح يا جماعه؟ ايوه شو اسمعوني مليح. يا ايها الملأ وافتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. يا ايها الملأ وافتوني في رؤياي أضغاث أحلام، قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وقال الذي نجا منهما وادكر، مش وادكر، داك وادكر بعد أمة، ركزوا معي بعد شنية، أنا أنبئكم، تقدر تسمعوها في رواية أخرى أنا أنبئكم، أنا أنبئكم، لكن نحن في رتلي من قالون كلمة أنا، ها مش أعطيكم قاعدة وحفظوها كبتوها عندكم الله يصلح حالكم. كلمة أنا الألف متاع كلمة أنا، وقتش نمدوها وقتش نمدوهاش؟ نمدوها في حالة بركة، نحكي ديما حال الوصل، إذا أتى بعدها همزة قطع وديما عينكم غامضة، واضح ولا مش واضح؟ الألف من كلمة أنا تمد إذا أتى بعدها همزة قطع وتحذف مع باقي الحروف نقطة ورجع للصر. هاوكا قاعدة، هاو الزبدة متاع الزبدة متاع الزبدة، تلخيص التلخيص هذا، واضح ولا مش واضح؟ واضح. يعني أنا نذير، كيفاش نقراها سي ياسين مزران؟ أنا نذير على حسب القاعدة تتهيكم شوالي، أنا نذير كي نقول لك شو حكمها لنا هكا الالف نتاع كلمه انا في كلمه انا نذير، تقول لي حكمها الحذف، نقول لك علاش، تقول لي خاطر ما جاش بعدها همزه قطع، واضح؟ قال انا احي واميت، كيش نقراها؟ قال انا احي مش انا احي، واضح؟ ديما نحكوا على روايه الامام قالون، واضح؟ هذيك قاعده انا ما عادش تلفت لا حتى في حتى كتاب، كبت المعلومه هذه اكهو، واضح يا جماعه الخير؟ الله يصلح حالنا. عندنا هكا يعني استثناء صغير، عندنا كلمة أنا جاءت بعد همزة القطع مكسورة في ثلاثة مواضع، الأعراف والشعراء والأحقاف يجوز فيها الوجهين، يعني أنا إلا وإلا أنا إلا أكهو أكهو يجوز فيها جزء أوجه. أما هو كنا احنا ناخذوها قاعدة عامة أنه ألف أنا لا تمد إلا إذا أتى بعدها همزة قطع، وإن أتى بعدها حرف دون همزة القطع فحكمها الحذف وصلنا. أما وقفا شو حكمها؟ مش نحفر كلمة أنا مثلا اختبارا مش ولي انا قداش مقدار المد نتاعها؟ حركتين، واضح يا سيدي؟ انا واضح، ولكن لا يوقف على كلمه انا تادبا، علاش؟ لانه زوز مخلوقات
قالوا أنا. أولا المخلوق من الجن إبليس قال أنا خير منه عند السجود لآدم. وفرعون قال أنا ربكم الأعلى. واضح؟ فلا يستحسن أن نقف على هذه الكلمة حتى ما عنديش نفس إلا اختبار، لكن تعليما لابد أن نعلمها. واضح؟ أيوة. من قال أنا خبل عن أبو قديمة يعني. نعم. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فضلوا. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون سنوات خدعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه أعزكم الله يتكلم في أموري العامة وما أكثرهم اليوم. علاش نحن نقول في الكلام هذا؟ نحن وحيد ربي خاطب وقال عليه هو اللي سماه قال يوسف أيها الصديق. إذن ما عندناش يوسف صديق آخر. وفهموا المليح مليح. واضح؟ ما عندناش يوسف صديق آخر يعني خاصة أنه صغيرات نتو هذو ما يسمع يقول لك يوسف صديق يربط الأمور ويجيبوه في التلفزة يتكلم على الدين يقول لك هذا كهو اللي يقول فيه صحيح والإعلام كيقدموه أهلا بس يوسف الصديق زنديق وليس الصديق إن شاء الله ربي يتوب عليه وكهو ربي يصلح حاله. واضح سيدي؟ نعم. لذلك كثير من سادتنا العلماء ينكروا على اللي يسمي ولده بدر الدين صدر الدين زين الدين نور الدين إلى هذه الأسماء. قال لكم من أدراك أنه سي لكن قالوا سموها تبركا يقولوا هكذا تبركا. لكن الأولى أن يتأدب الولي في اختيار أسماء أبنائه وإلا يلزم يربيه التربية الحسنة مش يجيبه هو مثلا اسمه من شعر شنو تلقاه يعلم فيه في الشرب وكذا وكل شيء. واضح؟ لا يستويني مثلا. نسأل الله السلامة إن شاء الله. قال تزرعون سبع سنين دأبا. فضلوا. قال تزرعون سبع سنين دأبا. لا أيوه أرد بكم نحن في رتل من قانون الهمزة كيفاش في كلمة دأبا كيفاش مكتوبة ساكنة ساكنة في رواية أخرى دأبا يعني أنتم بين الهمزة اللي هي ساكنة أي. قال تزرعون سبع سنين دأبا. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أولا ما هيش فما حصدتم حاء هكا ولا سليس هكا حاول حي هاي به فما حاص حصدتم مش حصدتم طم فما حصدتم فذروه مش فذروه يا سيدي يا فلاح ماهيش فذروه فلح مليح الله يصلح حالك. شو فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. تفضلوا. ثم يأتي من بعد ذلك
أَسْلِمُوا. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يزيكم حد ذلك تعرضوها إن شاء السميع العليم وربي وفقنا. باه سيدي في ساعة قبل ما نخدمه فين السنة في جزء عامة؟ سورة قريناها الغاشية تو شهدوا سورة الفجر هكا ولا يبدأ سورة الغاشية يلا أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ شو هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث مش هل أتاك هل أ هل أتاك حديث الغاشية؟ أي نعم. وجوه يومئذ خاشعة. أي نعم. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى 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 نارا حامية. مايش نارا نارا. تصلى 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 نارا حامية. تصلى 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 هي مش تصلى رواية أخرى تصلى 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 نارا مش نارا نارا تصلى نارا حامية. اي نعم. تسقى من عين آنية. واصل يا سيدي الأخضر. ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع. أي نعم. لا يسمن ولا لا مقوش يسمن لا يسمن ولا لا يسمن ولا يغني من جوع. واصل خليل. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية تسمع فيها بالعكس لا تسمع فيها ما قلت تسمعوا لا تسمع فيها لا تسمع فيها لاغية. اي نعم. فيها سرر فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. واصل النشي عليه الضحك شو عليه واصل الشيخ عزيز وأكواب ناي وأكواب موضوعة ونمارق. لا لا أقف 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 على رأس الآية. وأكواب موضوعة. أي نعم. ونمارق مصفوفة وزرابي مش وزع وزرابي مبثوثة. شو وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. واصل عن محرز. وإلى الأرض كيف الجبال وإلى الجبال عاد وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. حلو برشا الوقف اللي عملوه ممتاز جدا الوقف. فذكر كما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كيف كيف. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. واصل عمل هادي الآن تولى وكفر فيعذبه فيعذبه الله العذاب الأكبر. أي نعم. إن إلينا إيابهم لا إيابهم مش إيابهم ثم إن إلينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر لا ركزوا معايا مليح أنا هكا عندنا شوية حاجات في رواية الإمام قالون الرمو فخمة والفجر عاود والفجر يعني مش والفجر 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 وليال عشر وليال عشر راهي الرمو فخمة والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر
السر والليل إذا يسر. يعني عندنا حركة كلمة فجر وعشر ووتر الراء فيها مفخمة. كلمة يسر يجوز فيها زوز أوجه، ونجم نقوله يسر، نجم نقوله يسر للزوز، واضح؟ ايوه نقوله. شو ركز معايا، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. تو كلمة حجر را مرقلة مفخمة، حجر أيّا مرققة. علاش مرققة؟ هي راس ساكنة سكون شنو؟ عربي. شنو قبلها؟ ساكن شبيه مرقق، رد بالك، وقبله حرف مكسور. مادام عندنا راس ساكنة سكون عربي قبلها حرف ساكن سكون اسمه حرف ساكن مرقق، وقبلها حرف شنو؟ يعني قبل الحرف الساكن حرف مكسور، دي مرقق. يا واضح يعني نقولوا هكا. هل في ذلك قسم، مش قصة، هل في ذلك قسم لذي حجر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ما نقولش ألم ترى كيف فعل ربك، لا، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلى مش يخلى، التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، رق الراء، وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، الذين طغوا في البلاد، الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فأكثروا الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك س مش سوط، فصب عليهم ربك سوط عذاب، فصب عليهم ربك سوط عذاب، ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. كلمة المرصاد من كلمة الخمسة اللي الرام تاعها مفخمة، مش لبالمر. شكون يقول لي علاش ترى؟ هيا بعد حرف مفخم في كلمتها. إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمن، فيقول ربي أكرمن. أريد تو تقول لي اشبينا ما مدينهاش النون، علاش نقول لك أكرمني؟ ركزوا، تلقوا النون معرقة بعد هاك الياء، هذيك الياء هذيك تسمى ياء زائدة. شنو حكمها؟ تثبت وصلا لا وقفا. في لغة من قانون ياء زائدة تثبت وصلا لا وقفا. يعني كيفاش قلنا نحن؟ فيقول ربي أكرمن، عاودوا، فيقول ربي أكرمن، ف
فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فيقول ربي أهانني كلا فيقول ربي أهانني كلا فلا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين تحضون على ولا تحضون على طعام المسكين ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما واحد الناس فيه قلت له شنو التراث قال لي تبع وزارة التراث والثقافة التراث هو الميراث الميراث نعم وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى راه المد متاعها بالصوت اللي حاجتي به راه يعطي معنى معنى معين يومئذ يتذكر الانسان وقت ما يقف قدام ربه ما زالت عنده ذكرى وقتها ما عندوش ما عادش عنده شو يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت في حياتي يقول يا ليتني قدمت في حياتي في حياتي ولا حياتي يعني هذه ما هيش حياتنا عايشينها نحن الحياة الحقيقية بعد الموت اللي هو هذا يعني الموت الدنيا واضح يقول يا ليتني قدمت لي أما كي تبدأ في حياتي في الحياة هذه ريتو يا زيدي ركزوا مليحة يقول حلوة يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق
يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. الرام فخمة لنا خاطر الكسرة اللي يقبلها ما هيش أصلية بالرغم هي لسقة فيها لكن ما هيش أصلية. كيف هل تتقطع راهي يقولوا ارجعي واضح ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وكلمانيات به اسمي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهل وحيراتي. فيا رب متعنا بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقداتي وسلمي فتحا وعلما وحكما وانس به يا رب في القبر وحشاتي. وسهل علي حفظه ثم درساه بجاه النبي والآل ثم صحاباتي. فجد وتقبل سائلي بتفضل وعم جميع الحاضرين برحمتي وأصلح شؤون المسلمين وأبلاه من الخير وارحم كل حي وميت بجاه الذي أرسلت للخلق رحمة محمد للمختار خير البريات. عليه صلاة الله ما يتقارئ صلاة وتسليما وأزكى تحياتي. قبل ما نخدم إن شاء الله يوم الخميس مع الأربعة متاع العشية افتتحنا قسم جديد متاع تكاثرة البقرة تثبيت. اللي يحب يجي مرحبا به. تكرار متاع يوم الخميس الأربعة متاع العشية البقرة ونحن هابطين مش نبدأ بالبقرة الأربعة متاع العشية إن شاء الله سوعة كيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا رب احفظنا بالقرآن أكرمنا بالقرآن لا تهنا بالقرآن. اللهم ارفع شأننا بالقرآن. اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن. يا ربي طيب أرزاقنا بالقرآن. يسر اللهم لنا حفظ القرآن. يسر اللهم لنا فهم القرآن. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وانتشارنا من بعده انتشارا سالما معصوما. يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح حال بلادنا. اللهم أصلح حال بلادنا. اللهم أصلح حال بلادنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. انزع اللهم الحقد والحسد والبغضاء والشحناء والنفاق والرياء من قلوبنا وأقوالنا وأفعالنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دلنا بك عليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اكفنا شر الظالمين اكفنا شر الحاسدين اكفنا يا ربنا شر المنافقين. اللهم اسب
نسبل سترك وعفوك ومنك علينا يا أرحم الراحمين. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. Thank you.